يلا يا أبطال نتأجل الموضوع سوا. بيطيق بط بيطيق بط بيطيق بط و و و و طو اي او يو طو يو ار طيور طو اي او يو طو يو ار طيور طريق طارق طبعا هاي الفتحة ماكو موجودة فوق الطق يعني بالكتاب احذفوها طريق طارق يا قوقو يا قو يقول أتى الجاهل يقول؟ يقول يقول كلمة؟ كلمة ها شنو هذه النقاط؟ قال في إي في في أتى الجاهل؟ لا شو أقول؟ في في شبيها شنو هذا حروف؟ جاهل من يفوت على الكلمة شو يسويها؟ تبي هو جاي دا دا ري داري بيها مكسورة بالكسرة منو كسرتها؟ الكسرة منو كسرتها جيل قبلها؟ حرف الجار الفي عافية لوط لط اف اي في لط في لوط لط اف اي في لط في بالكتاب راح تلقوه كلمة وز عليها شدة هي ما عليها شدة غلط تحذفوها اف اي في في اف اي في في اقول عليها اف اي في في وش اقول في عفية دا دا ري داري دا دا ري داري اقول ليش كسرتها داري منو جتي قبلها حروف جا هو الفي طا طا لي طالي لي طالب طالب طائر طام شوفوا من فتحنا القفص صار بالبلبل مالته هذا البلبل بالقفص هو من فتحنا القفص صار البلبل بيطير البلبل هو من الطيور شي غطى جسمه ايش الكاتب زين البلبل ما يحب القفص بحيث من فتحوا القفص رأسه طار طار وصاحبه قام يمشي عليه قال بلبل طالب طار موضوعنا اليوم هو عن بط وطيور موضوعنا عن شنو؟ عن بط وطيور طارق عنده بالبيت مالته في دارنا بط طارق طارق شنو بدارهم؟ بط شنو بدارهم؟ بط بدار لطفي وز شنو بدار لطفي؟ وز زين في دار طالب شنو عندهم طالب عنده بلبل شو عنده بلبل زين البلبل من فتح القفص شو صار بالبلبل طار البلبل زين شوفوا كلمه بط الطائر شلون جتي عقاريه متصله متصله عافيه طيور الطائر وين جتي هنا بيها
آخرية الأولية. أولية. ليش الطو طو؟ ليش هي الطو؟ الطيق فوقها ضمة. زين. بطارق شلون جبتي؟ طارق. بوا عليها يوسف. الجواب غلط. هاي صار مرتين الجواب خطأ من مكانك. الطارق شو جبتي بها الطيق؟ أولية. ويا مقطع. عفية. لطفي. وسطية. بطالب. أولية. بطار. أولية جبتي. زين. بولبول. الإل كم مرة جبتي بها بولبول؟ مرة شنو؟ مرة مرة الآخرية متصلة ومرة وسط. قولي لمحمد أحمد صبحي. مرة وسطية ومرة آخرية متصلة. والبئ البولبول كم مرة جبتي؟ مرة شنو؟ أحسنتم. صفقوا نفسكم. تعالوا نشوف الفيديو سوا أنا وياكم. شفت البلبل مالته؟ طار فتح القفص وطار البلبل مالته. فأشوف شو عنده كلمات. قرنابي شفتوا؟ شفتوها مالت القصة؟ حلوة؟